السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله البنات أنكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا إن شاء الله عندي في القناة. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة رائعة إن شاء الله. هذه الوصفة هذه إن شاء الله لتأخر الحمل، يعني السيدات اللي عندهم المشكل ديال تأخر ديال الحمل، وفي نفس الوقت هذه الوصفة هذه راه رائعة لبرودة الرحم، كذلك هذيك الافرازات اللي تتكون ديال الافرازات يعني اللي كتكون، و الرائحه. وفي نفس الوقت هذه الوصفه هذه البنات رائعه رائعه، يعني كتنشط لنا المبايض وكتحيد لنا البروده، يعني اللي عندها البرد في الرحم فتستعمل هذه الوصفه هذه ان شاء الله. اول حاجه الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي فمرحبا بكم، ما تنساوش انكم تشتركوا معايا وتفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله اي حاجه حطيتها في القناه توصلكم. بالنسبه للمكونات كنحتاج هذه، هنا عندي خزامه، فالخزامه يعني البنات راه واعره البنات اللي عندهم المشكل ديال البرد، يعني كتحيد البرد ما كتبقاش يمكن تخليش لك البرد اللي كان عندك في الرحم، وحتى ديك هذه ديك الحكه ديال الرحم او الافرازات يعني اللي كيكون عندهم رائحه. فهاد خزامه راه رائع البنات، ضروري انها تكون عند اي سيده في المنزل. هنا كذلك عندي الشيح، كما كتعرفوا فالشيح كذلك رائع البنات، رائع للسيدات اللي يعني اللي باغين اللي عندهم المشكل ديال تاخر ديال الحمل، وفي نفس الوقت ديك الحكه اللي كتكون عندنا بحال هو يعني كمعقم، ديك الحكه اللي كتكون عندنا في الرحم اللي كتمنع بطبيعه الحال الحمل، فهذا هو الدور ديال الشيح. وفي نفس الوقت راه رائع البنات، رائع البنات يعني في هذا الطفل اللي عندها البرودة، يعني مكونات رائعين ومكونات واعرين واعرين البنات اللي عندها هذا المشكل ديال تأخر ديال الحمل. هنا بطبيعة الحال عندي بصلة، بصلة حمراء هي اللي غادي نستعمل كما كيبان لكم، من الأحسن انها تكون بصلة حمراء حيت الفوائد ديالها كتكون أحسن من البصلة البيضاء. هذو هما المكونات. اول حاجه غادي نجيب واحد كما كيبان لكم يعني مقله، فين غادي نهز هاد المكونات نصهرتهم. هانتوما مثلا هنا غادي ناخذ ملعقه ديال خزامه وملعقه ديال الشيح. هانتوما ملعقه ديال خزامة وملعقة طبيعة الحال ديال الشيح. طبيعة الحال هادو شكونو البنات نقيتوهم وغربلتوهم بطبيعة الحال، المهم ما يبقاش فيهم شي حاجة بحال مثلا هاد الأعواد وهادو، تنقيوهم ما يكون فيهم حتى شي حاجة، حيت لحقاش غادي نديروهم مازال غنديروهم في الفوطة الصحية، يعني من أحسن أنه تنقيوهم تحيدو ليهم كاع دوك الشوائب او اي حاجه فيهم. هانتوما دابا غادي نديرهم فوق من هذا، غنديرهم فوق من العافيه يعني يتصهطوا واحد شويه. اول حاجه غادي ناخذ هاد البصله كما كيبان لكم، غادي نحاول انني نقشرها على هذا الشكل هذا، هنا غادي نحاول انني نحيد فقط هاد القشره شويه، حتى كنحيد هاد القشره هادي هي اللي غادي نحتاج. نحيدها شويه غليظه انتوما شتوها هادي، نحاول انني نحيدها غير بشويه، كتحيدوا هاد القشره هادي يعني كتمشيو معاها بيديكم بحال هكا بطبيعه الحال، حتى كتحيدوها راه كتحيد غير هي بشويه بطبيعه الحال، واخا تقطع لكم شويه ماشي مشكل. هانتوما هي تحيد
شو كتبقى لينا هذه هي اللي غادي نستعمله. صافي هي هذه هي اللي غادي ان شاء الله نستعمله. غنديروهم بجوجهم يتشويوا فوق من النار ونرجع معكم. من بعد هنايا كنهز هذيك خزامه وكذلك الشيح كنديرهم فوق من العافيه يعني كيتصهطوا واحد شويه، وكندير كذلك هذا البصله اللي قطعت كنديرها كذلك حتى هي تشوى يعني تشوى لينا مزيان حتى كتولي تقريبا كحله عاده باش يعني كنحيدوها كما كيبان لكم. من بعد يعني ما شويت البصله وشويت ودرت هذاك صهد شويه الخزامه وكذلك الشيح غادي ناخذ ديك البصله. فكما كيبان لكم هنا البنات البصله شو كيولات يعني من بعد ما تشوات ولات على هذا الشكل هذا. غادي نهز تقريبا واحد ملعقه، فهاد الشيح كيكون باقي سخون كذلك البصله تكون باقا سخونه، وكنهزوها. كنحتاجو كذلك البنات الفوطه الصحيه اللي كتستعملوا، ومن احسن البنات الفوطه الصحيه انها يعني تكون من هذا يعني تكون من القطن. احسن حاجه انها تكون قطنيه لانها القطني احسن ما كينفتو هو القطن وما كيديرش داك التعرق. اول حاجه دابا غادي ناخذ هذاك الشيح وخزامه نعمر به ديك البصله، نعمرهم مزيان وهما يعني باقين دافيين، وكنديرهم في ديك الفوطه الصحيه. فالبنات كما قلت لكم يعني يكونوا دافيين ماشي يعني سخان باش يعني ما ديروهمش سخان عاوتاني بزاف، لانكم غادي ديروها يعني في المنطقه ديال المهبل فما تكونش يعني سخونه بزاف. فهنايا كنديرها يعني كما كيبان لكم على هذا الشكل هذا صافي، وكنديرها. فهاد الوصفه البنات يعني الطريقه ديال الاستعمال ديال هاد الوصفه هذه ان شاء الله. فمن بعد من الدوره الشهريه يعني مني كتسالي منا الدوره الشهريه كنديروا هاد الوصفه هذه يعني كنديروها مني يعني مني نساليو من الدوره كنديروها جوج ديال المرات. ولكن هاد الوصفه بالنسبه لك ديريها يعني بالليل وصافي يعني تحاولي انك ما يضربك لا برد لا حتى شي حاجه يعني ديريها، وديك الساعه يعني يا اما تجلسي يا اما المهم ولا تنسي المهم تغطي ما تخرجيش باش يضربك البرد، ولا تبقاي تمشي وتجي باش ما يضربكش البرد. فراها البنات هاد الوصفه هذه رائعه ملي كديروها الغد يعني ملي تديروها في الصباح وكتنوضوا كتحسوا انه يعني كيهبطوا منكم شي افرازات، وكذلك يعني حتى الا كان واحد الوجع خفيف ولا شي حاجه فعادي داكشي يعني يعني الرحم ديالكم كيتنقى وما تيبقاش يعني فيه داك البرد ديك البروده اللي كتاخر لينا الحمل ان شاء الله. فالبنات هاد الوصفه هادي راه وصفه مجربه، وصفه حملوا بها بزاف يعني ديال السيدات، حملوا بها بزاف السيدات في القناه ديالي. كنتمنى يعني انها تعجبكم وديروها بهذه الطريقه هذه، وكذلك حاولوا ما يضربكمش البرد ملي ديروها، تحاولوا ما يضربكمش البرد وما تشربوش حتى شي حاجه بارد يعني بحال مثلا تشربوا الماء البارد ولا يعني تشربوا شي مشروب بارد يعني ما تشربوش. وصافي ان شاء الله يعني تحاولوا ديروها يعني كل شهر لمده 3 اشهر. المهم نتوما يعني منين ديروها في الشهر الاول الى عاودت يعني جاتكم الدوره وما وقعش الحمل كتعاودوها، راه كما قلت لكم كتغسل لكم الرحم ديالكم كتنشط المبايض وفي نفس الوقت البروده ما كتبقاش عندك. فوصفة غزاله وصفه ان شاء الله اكيد اكيد غادي تعجبكم. فهذا هو فيديو اليوم ان شاء الله اللي حبيت ان شاء الله انني نشاركه معكم، وصفه لتاخر الحمل اللي نشحات يعني في القناه ديالي اللي بزاف بزاف ديال السيدات حملوا بها. فان شاء الله عاودتها معكم يعني عاودتها مع الدريات اللي مازال يعني ما عارفينش هذه الوصفه هذه، وكذلك اللي عندهم البروده في الرحم استعملوها او ديك الحكه او ديك الافرازات. فالى اللقاء ان شاء الله الى وصفه اخرى او فيديو اخر. في امان الله ما تنساوش لايك واشتراك وكذلك تفعيل زر الجرس باش ان شاء الله اي حاجه حطيتها عندي في القناه توصلكم. وفي امان الله.